بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أحييكم أينما كنتم أحبتي، معكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي الموقف. نكون معكم أنا وضيوفي الكرام على مدى ساعة ونصف من الآن، فكونوا معنا. يجب أن نقرأ التاريخ بعيدا عن أي عاطفة وبعيدا عن أي تحيز، وأن ندرس التاريخ الإسلامي، لأننا لا يمكن لنا أن نكون بمعزل عن هذا التاريخ ونحن ننتمي إليه. ولذلك يجب أن ندرس هذه المرحلة المهمة من حياة المسلمين، والتي نستطيع من خلالها تمييز الحق من الباطل. هناك مسألة مهمة مشاهدينا الكرام يجب أن نركز عليها عندما نقرأ التاريخ. أولا، لا نقرأ التاريخ لمجرد التسلية، وإنما لنستفيد من العبرة التي وردت في تاريخنا كمسلمين. وثانيا، يجب أن نقرأ بتجرد ودون عصبية وقبلية حتى نستطيع فهم التاريخ ونتجنب الأخطاء التي وقع فيها من سبقونا في هذا التاريخ. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا، هنالك مفهوم يجب أن نبتعد عنه، ليس هنالك خطوط حمراء بما يخص قراءة التاريخ والتعرف على سيرة الصحابة، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وحتى بعد رحيله، ليسوا بمعصومين. وبالتالي يجب أن نقرأ التاريخ كما ذكرت بتجرد، لأن هنالك الكثير من الجرائم التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية، وللأسف الشديد ما زالت تداعيات هذه الجرائم مستمرة إلى يومنا هذا. وحتى في كتب المسلمين نجد هذه الجرائم منتشرة، وأصبحت وكأنها تعبر عن الإسلام المحمدي الأصيل. الحركات المشبوهة كداعش وبوكو حرام وجبهة النصرة وغيرها من الحركات التي أنهكت جسد الأمة الإسلامية في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في أفغانستان، في نيجيريا، وهنالك الكثير من الدول التي ما زالت تعاني من هذا التطرف. وهذا التطرف لم يأتي احتباطا ولم يأتي بيوم وليلة، بل هو استكمال للجرائم التي حدثت في صدر الإسلام الأول. اليوم نتحدث مشاهدينا عن موضوع الأمويين وانتهاك الحرمات الإسلامية. أتناول الحديث في هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام، بدءا معي فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف من السعودية، الباحث الداعي الإسلامي، وأيضا من لبنان فضيلة الشيخ محمد الزعبي، باحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، وأيضا معي من العراق سماحة الشيخ لؤي المنصوري، الباحث الإسلامي. تحية لكم جميعا ضيوفي الكرام. واليوم أريد أن أبدأ مع فضيلة أو سماحة الشيخ المنصوري. سماحة الشيخ، تحية لكم. الحركات المشبوهة اليوم، قبل أن نبدأ باستعراض الجرائم التي انتهكها بنو أمية، نتحدث اليوم عن الحركات المشبوهة في الشارع الإسلامي والمعاناة التي ما يزال يعاني منها المسلمون. من أين استمدت هذه الحركات الشرعية لما تقوم به؟ سماحة الشيخ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ. بشكل عام رجعنا إلى الحروب التي تقوم والتي تقع. نعم. رجعنا إليها نجد أنها تستند إلى سيرة سابقة، والسيرة السابقة تحمل عادة على الأديان وعلى المذاهب. فهناك من سن سيرة سيئة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد فترة النبوة، بعد دولة النبي صلى الله عليه وآله، هناك وقع انحراف ووقع تغيير. هذا الانحراف ما دام وقع على هرم رأس الأمة الإسلامية ووقع من الرأس، فهو ينجر تباعا على جميع مفاصل الأمة، سواء الفكرية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية. نعم. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين للأمة
معالم الدين والطريق الذي ينتشلهم من الوقوع في الضلال وفي الأخطاء وفي الانحراف. إلى أن الأمويين بشكل خاص حينما جاءوا وتسنموا سدة الحكم، وقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر منهم، هؤلاء قلبوا التعاليم الدينية رأسا على عقب، يعني أعادوها جاهلية قومية بمعنى الكلمة، بما تحمله الكلمة من أبعاد، نعم فمارسوا شتى أنواع التعذيب وشتى أنواع الاضطهاد داخل الأمة الإسلامية، وقربوا إليهم محدثين ووعاظ استمالوهم بالأموال كي يسنوا هذه السنة تحت غطاء شرعي. وهذا الأمر مثلا حينما يستخدمون سمرة ابن جندب أو أبو هريرة أو المغيرة ابن شعبة، هؤلاء واجهة تحت مظلة بعنوان هؤلاء صحابة، هؤلاء لهم حق الصحبة، عاشر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعاصروه استمعوا إليه، حينما يأتي ويوليهم الأنصار ويجعلهم على منابر المسلمين يخطبون ويوعظون المسلمين ويصنعون دين مقابل الدين المحمدي الأصيل، هذا التأصيل الذي صنعوه أصبح شيئا فشيئا جزءا من الدين، وأثر بشكل كبير على المحدثين وعلى المؤرخين، بحيث أن هذه الأجيال التي توالت بعد ذلك أصبحت على السنة التي سنها الأمويون والتي سار عليها الأمويون، وترك سنة النبي الأكرم صلى الله عليه صلى الله وآله عليه وسلم وآله. وترك تعاليم القرآن الكريم. فالإشكالية بدأت حينما أصبح هناك تحول في المنظومة الإسلامية، في المنظومة الدينية، بدءا من الهرم نزولا إلى مختلف التفاصيل، مفاهيم المعارف نعم والمفاهيم الدينية، حينما تم التلاعب والصناعة حين ذلك ماذا وجدنا؟ أنه نبتت نابتة تسير على ذلك المنهج، فترى أن القتل وأن قطع الرؤوس وأن حرق الدور وأن سبي النساء وإلى آخره هو جزء من المنظومة الدينية زورا وبهتانا نسبة إلى الأجيال السابقة، نسبة نعم إلى السيرة السابقة. إذا نرجع، إذا تلاحظ أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وآله. أعطى بصورة واضحة، معالم واضحة تصف الانحراف الذي سيقع بعده. مثلا حينما يأتي ويصف النبي الأكرم نعم عليه وسلم، أو حسب ما هو، أن الخلافة الراشدة 30 سنة، ثم تكون بعد ذلك ماذا؟ ملك عظيم. ملكا عظوما. نعم فهنا وضع أول قاعدة، أنه إياكم والملك العظوظ، لأن الملك العظوظ فيه الظلم وفيه الجور وفيه تمام الطغيان. وأول ملك ملك عظوظ ما هو؟ معاوية ابن أبي سفيان. حينما يأتي النبي ويطلق على هؤلاء أنهم جبارين، ليرعفن على منبري جبار من الجبابرة، وهو في مسند أحمد نعم الجزء الثاني في صفحة 522، نعم وسنده لا بأس به. ويأتي عمرو بن العاص ويرعف على منبر النبي، لاحظ وصف النبي أن هذا جبار من الجبابرة. حينما يأتي النبي إلى مروان ويقول الوزغ ابن الوزغ أنك ملعون في صلب أبيك، وحينما يأتي النبي ويصف الحجاج كما أجمع المؤرخون أنه المبير الطاغي، فتلاحظ أن النبي رسم معالم السيرة المنحرفة التي ستقع بعده، نعم من أنه ملوك ظلمة، من أنهم جبارين، من أنهم مستبدين، من أنهم مبيرين وطغاة. وحينما حذر من أولئك أراد للأمة أن تعي أن هؤلاء خطرهم على الأمة ليس خطرا وقتيا، ليس خطرا محدودا بأزمنتهم ووقتهم، وإنما ستنشأ
ثابتة، ستقوم الأجيال، ستقوم سيرة، سيأتي من بعدهم من يقتدي بهم باعتبار نعم أنهم هؤلاء يتلحظون لحاف الخلافة الدينية، باعتبار أن هؤلاء ينتظمون تحت قاعدة صحبة، تحت قاعدة أقرباء، تحت قاعدة أولياء، تحت قاعدة خلفاء وحكام وولاة الأمور. ولذلك تجد أنه جيرت لأجل هؤلاء أحاديث كثيرة: من خالف الجماعة كائنا من كان فاضربوه عنقه، أطع نعم الحاكم ولو ولى عليك عبدا حبشية، من خرج على أمين شبرا فهو إلى النار. وهكذا صنعوا أحاديث وصنعوا قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، نعم من إضافة أجل إلى ما الإغواء تفضلتم الشرعي به على سماحة هؤلاء الشيخ، وعلى نعم سيرتهم. سماحة الشيخ، إضافة إلى ما تفضلتم به، عملت رجالات قريش على جعل النبي صلى الله عليه وآله في مسارين، المسار الأول بأنه معصوم فيما يخص تلقي الوحي والآيات القرآنية، ولكنه في الجانب الآخر يمكن له أن يخطئ وأن يصيب، وبالتالي هذا مبرر لرفض الكثير من الأحاديث التي وردت على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شكرا سماحة الشيخ، انتقل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ، عفوا، إلى فضيلة الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ الزعبي، كنتم بالأمس تتحدثون عما ارتكبه بنو أمية من الجرائم ومن الانتهاكات بحق المسلمين، ولكن للأسف الشديد انتهى الوقت ولم يسمح وقت البرنامج. إن كان لديكم هنالك شيء تريدون إضافته تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وعلى على أصحابه محمد وآل الذين محمد. اتبعوهم بإحسان، وعلى سائر من سار على صراط الله إلى يوم الدين. نعم، نحن ذكرنا كيف أحرقوا محمد بن أبي بكر في جوف حمار، نعم والهيثم قال له ثقات، وكيف أنهم عندما قتلوا ابن عديس البلوي، عبد الرحمن بن عديس البلوي، نعم قال أنا من بايع تحت الشجرة، قال الشجر في الجبل كثير. كنت توقفت عند جرائم سمرة حينما قتلوا رجل عابر سبيل، فقال سمرة بن جندب: إذا نعم سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا. أيضا ما نقله الطبري في نعم تاريخه، وابن الأثير في الكامل في التاريخ بالطبري بإسناده، قال عن حد يعني حدثني عمر، يقصد عمر بن شبه المحدث والمؤرخ، حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني سليمان بن مسلم العجلي قال سمعت أبي يقول مررت بالمسجد فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة مال ثم دخل فجعل يصلي في المسجد، فجاء رجل فضرب عنقه، وعند البلاذري أمر سمرة بضرب عنقه، أدى زكاة ماله وصلى، اقتلوه. هكذا كانت الأوامر بالقتل، ما عاد نعم هناك قيمة للإنسان. فضرب عنقه فإذا رأسه في المسجد في ناحية وبدنه في ناحية، فمر أبو بكر فقال، يقول الله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأبو بكر صحابي ممن أنكر على معاوية تبني أو إلحاق أخيه زياد أخو أبي بكر، نعم أن كان ينكر على معاوية أن يلحق زياد بنسبه. قال أبي: فشهدت ذاك، فما مات سمرة حتى أخذه الزمهرير فمات شر ميتة. قال: وشهدته أوتي بناس كثير وأناس بين يديه، فيقول للرجل: ما دينك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأني بريء من الحرورية، فيقدم فيضرب عنقه حتى مر 24. وفي أنثاب الأشراف، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، عبيد الله بن عمر القواريري من شيوخ البخاري ومسلم، شيخ مش راوي عادي، حافظ إمام، يعني دائما أهل التراجم وعلماء الجرح والتعديل يكثرون من الاستدلال به. وثقه القواريري، جرحه القواريري، قال القواريري توفي فلان كذا، القواريري علام، يروي عن أبي المعلى الجناني عن أبيه قال: كنت واقفا على رأس سمرة بن جندب. طبعا هذه نفس الرواية التي رواها الطبري وابن الأثير، ولكن فيها تفصيل آخر.
كنت واقفا على رأس سمرة بن جندب، فقدم إليه 12 رجلا، يسأل رجل منهم: ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني ومحمد نبي. نعم فيقول: قدماه فاضربا عنقه، فإن يك صادقا فهو خير له، وديناه على الجنة. بهذا الاستهتار صارت كرامة الإنسان، انتهكت حرمة الإنسان، حرمة المسلم، حرمة المؤمن، حرمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام ديني، محمد نبي، نعم اقتلوه إذا كان صادق، هذا بيكون وديناه على الجنة، ما بنكون ضرينا. هكذا كان، صار القتل لعبة عند بني أمية نعم يتسلون به، كما سماحة قال فضيلة الشيخ، عذر المقاطعة، الأم. أرجع لك وأعطيك الوقت الباقي لديك، ولكن أنتقل بهذا التساؤل لفضيلة الشيخ عبد العزيز إن كان معي. نعم لم يؤمل الاتصال. نعم تفضل، أكمل عذرا فضيلة الشيخ الزعبي، تفضل. نعم تحدثنا بالأمس أيضا عن جرائم بسر بن أبي أرطة الذي قتل في اليمن الآلاف وذبح الأطفال، وكيف ذبح الطفلين في حضن أمهما، وبيعت المرأة المسلمة على عظم ساقها. هذا أيضا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، يعني مش فقط في التاريخ، حتى في كتب السنن والمسانيد مذكورة. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يتعوذ بالله من يوم العورة، فسألوه: ما يوم العورة؟ قال: يوم العورة إن النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن أكمل الرواية أشير، النبي عليه وآله الصلاة والسلام حذر من بني أمية بالأسماء كما بينا في حلقات سابقة، وحذر من بني أمية بالجرائم والأفعال. ما أدرى أبا ذر، ولم يأتي بعد هذا اليوم. فقال لهم يوم العورة، أبو ذر يقول يوم العورة إن النساء من المسلمات يسبين، فيكشف عن سوقهن، فأيتهن أعظم ساقا، لا إله بحسب الله. العظم، فأيتهن أعظم ساقا نعم. تريت على عظم ساقها. كان فدعوت ألا يدركني هذا الزمان، ويقول لسائليه: ولعلكما لا تدركاني. قال: فقتل عثمان، وأرسل معاوية ابن أبي أرطأة إلى اليمن، فسبى نساء من المسلمات فأقمن في السوق. وابن عبد البر في الاستيعاب يقول: وهذا اليوم قد حصل بالفعل، يعني طبعا معنى كلامه مش حرفيا الآن أنقل، ولكن موجود في الاستيعاب، لأن المرأة في اليمن بيعت على عظم ساقها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من جرائم بسر بن أبي أرطأة ووالي معاوية الذي أرسله إلى اليمن، والذي أرسله إلى المدينة نعم. ليخيف. طيب فضيلة الشيخ، هذه الجرائم التي تتحدثون عنها وعن إرسال معاوية لبسر بن أرطأة إلى اليمن، وقد بيعت النساء في الأسواق، اليوم داعش وأمثال داعش أيضا تسلك هذا المنهج، يعني لماذا لم يتعظ المسلمون من هذه الجرائم التي مرت عبر التاريخ؟ يعني إذا لم يحذر العلماء كما كنتم تتفضلون في المقدمة، نعم. إذا لم يحذر العلماء من جرائم معاوية وجرائم ولاة معاوية وجرائم الدولة الأموية، سنبقى نكرر نفس التاريخ وندفع لذلك الثمن. يعني نعم وندفع الثمن كمسلمين. نعم يعني لابد من مراجعة. لا يعيب ديننا. نعم. كل الشعوب مرت في مرحلة ظلامية. الغرب عاش القرون الوسطى بكل ظلامها وظلماتها وظلمها، لكن بماذا استطاع أن يتحرر إلى حد ما؟ طبعا نحن لا نوافق على هذه النهضة العرجاء عند الغرب، لكن هي نهضة واقع، هذا تقدم كبير عما كانوا في العصور الوسطى، لأنه اعترف بمجرمي التاريخ. لم تقدس ألمانيا، حتى هتلر المعاصر لم تقدسه. نعم. لم يقدسوا مجرميهم، لأن تقديس المجرمين يكرس الجريمة. حين ندافع عن حرق محمد بن أبي بكر في جثة الحمار، سنجد الطيار الأردني يحرق وغيره يحرق. حين ندافع عن قطع رأس عمرو بن الحمق الخزاعي وإلقائه في
حض في حض زوجته، فنحن نكرس قطع الرؤوس وحمل الرؤوس وكل هذه الجرائم، يعني نحن نكرسها عندما ندافع عن المجرمين. ولذلك لا يجوز أن يخاصم أحد عن الخائنين كما قال القرآن، أو عن المجرمين أو عن الظالمين، لا يجوز ذلك، هكذا قال القرآن. وهذا لا يعيب، ليس مطلوبا أن نتربى على أن ماضينا أبيض مشرق وتاريخنا أبيض مشرق. نعم، في تاريخنا صفحات بيضاء وفي تاريخنا صفحات سوداء. تمام. ولذلك الأمة التي تتعظ هي الأمة التي تعرف كيف تستفيد من الصفحات البيضاء وكيف تستفيد من الصفحات السوداء، فلا تقع في ذلك السواد الذي أوقعنا فيه حكام طغاة ظلمة جبابرة، يمر واحد من جانبهم يقتلوه. ابتعدوا من طريقنا، لا أحد يمر إذا مررنا. يقول عبد الملك ابن مروان: أيها الناس، من قال لنا اتق الله ضربنا عنقه. ما في مجال، مش مسموح أن تنتقد الإمام حتى ولو بكلمة اتق الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فكلمة اتق الله لا تعني أنك غير متقي لله. نعم. قد تعني ذلك وقد تعني غير ذلك. بما أنها محتملة، ممنوع أن هذا الشعب المكبوت أن يكون له ثغرة يعبر منها. يعني نحن نعرف بأن حين تكون هناك أنظمة قمعية، تجد الشعراء كما فعل عبد الله بن المقفع في كليلة ودمنة، يلجؤون إلى الرمز، يلجؤون إلى للتهرب من المواجهة مع السلطة، إلى الإشارة بدل العبارة الصريحة، يلجؤون إلى أن يشيروا إشارة. لكن بنو أمية من أجل أن يدجنوا الأمة وفق إرادته ووفق ظلمهم، من قال لنا اتق الله ضربنا عنقه. فإذا البيعة كانت خولا عبيدا، لا تقبل. نعم. على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. أعتذر فضيلة الشيخ الدوزعبي، شكرا جزيلا. أنتقل إلى سماحة الشيخ المنصوري، يبدو أن هناك خلل في الاتصال في ضيفي الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ المنصوري، ذكرتم قبل قليل ما يعرف اليوم بمصطلح الحصانة التي تكون حامية للآخرين، ذكرتم بعض الصحابة من الجرائم التي ارتكبوها، يحاول البعض أن يجعل من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله الخط المانع لكي نتعرض لهم وأن نقبل بما قاموا به وما ارتكبوه من مجازر بحق المسلمين. السلام عليكم مجددا. وعليكم السلام ورحمة الله. لاحظ الإشكالية تكمن في هذه الطوائف التي نبتت على سيرة الأمويين من القتل والذبح والحر والسجن والصلب. يعني مثلا تسمع خزانة الرؤوس، ماذا تعني خزانة الرؤوس؟ هل في الدين الإسلامي خزانة رؤوس؟ هل هنالك الإسلام جاء وكرمنا بني آدم، أما أن يصنع هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء خزانة للرؤوس، هذا مثل معرض باريس برج إيفل، يعني خزانة للرؤوس للشهداء الجزائريين. وهذه قلنا بأن هذا المنهج لم ينبت لولا أن هنالك بعض الوعاظ وبعض المحدثين الذين باعوا دينهم بدنياهم من أجل هذا التبرير ومن أجل إيجاد مبرر للتغطية على هؤلاء. خل أضرب لك مثلا حينما نأتي إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، ما هي مشكلة أبي ذر الغفاري؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال بأنه صادق اللهجة، يعني لا يكذب. حينما يطلق النبي الأكرم وصفا على الشخص أنه لا يكذب، فإذن أبو ذر ليس بكاذب. إذن وين مشكلة أبو ذر؟ مشكلة أبو ذر أن معاوية ابن أبي سفيان تلاعب بالدين، ومن قبل معاوية من تلاعب بالدين، فأراد أبو ذر ثنيهم عن ذلك وإعادتهم إلى الطريق المستقيم. إلا أن حينما نأتي إلى بعض المحدثين وبعض الوعاظ الذين يحسبون كعلماء، ويبرر الظلم والحيف الذي وقع على أبي ذر مع أنه لم يغضب إلا لله. يعني نقرأ في تذكرة الحفاظ الذهبي في الجزء الأول صفحة 9، حينما
يأتي ويبرر إخراج أبي ذر إلى الربذة، يقول: قلت لقوة أبي ذر في الحق ولأخلاقه نهي عن الفتية. هل هذا مبرر؟ يعني الإنسان ماذا يعني قوة أبي ذر في الحق؟ هناك حق وهناك باطل، لا يوجد بين الحق والباطل شيء واسطة. ما معنى هذا التبرير لقوة أبي ذر في الحق والأخلاق؟ يريد أن يجعل في أخلاق أبي ذر شدة، في أخلاق أبي ذر شيء التي سببت له ماذا؟ تلاحظ، سببت له المنع عن الإفتاء. وأبو ذر بماذا يريد أن يفتي؟ أن يفتي بكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما سمعه من النبي هو الذي إذن 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 سماحة الشيخ، هذه سماحة الشيخ، هذه الحصانة لم تشمل جميع الصحابة، ولكن من كان على الخط الأموي وموالي لبني أمية شملته هذه الحصانة. جايك أنا أشوف بينما نأتي، حينما نأتي شوف، لاحظ أبو ذر ماذا قالوا عنه حينما نأتي إلى بسر بن أرطأة، قلنا الصحابي راجع، حينما نرجع إلى ترجمته في الاستيعاب، أو حينما نذهب إلى سمرة بن جندب، سمرة بن جندب بعد أن نقلوا عنه الفظائع والفجاعة والقتل الجماعي ماذا قال؟ قالوا بعد ذلك نرجو له بصحبته. فإذا جعلوا الصحبة هي الماحية والماحقة لكل الفظائع والعظائم. الله الشخص الآخر لاحظ كيف يبررون. وحينما تقرأ هذه الأمور تتعجب مما يقوله المحدث. لاحظ في الاستيعاب حينما يأتي ويترجم بسر بن أرطأة، وبسر بن أرطأة يعني إذا ترجع إلى ترجمته، وقد ترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب، لا تجد في سطر منها إلا فجائع وفظائع، لأنه أكبر جزار هو والحجاج في تاريخ المسلمين. ماذا يقول عنه صاحب الاستيعاب؟ يقول: كان بسر ابن أرطأة من الأبطال الطغاة. لاحظ، يعني هل من المعقول أن نجعل من طاغية بطلا؟ أنت تقول أنه طاغية ثم تجعل منه بطلا على ماذا؟ لأنه قتل الأبرياء، لأنه قتل الأطفال، لأنه ذبح الأبرياء، كان من الأبطال الطغاة. ماذا فعل؟ شوف بسر بن أرطأة ماذا فعل؟ قال: أرسله معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان كما يقول ابن عساكر عن عطاء ابن أبي مروان، قال: بعث معاوية بسر بن أرطأة إلى المدينة ومكة واليمن، المدينة ومكة واليمن، ثلاث مدن إسلامية من المدن الكبيرة، مدينة النبي، مهجر النبي الأكرم، ومكة فيها البيت، واليمن، وأيضا بعد ذلك ترك الكوفة لزياد ابن أبي، سنستعرض بعد ذلك زياد ماذا فعل. يستعرض الناس وأوصاه أنه اقتل كل من كان في طاعة علي. فجاء إلى المدينة، كان الوالي على المدينة أبو أيوب الأنصاري، فهرب أبو أيوب عندما لا طاقة له على قتال هذا الجيش، فصعد بسر المنبر وشتم أهل المدينة وتوعدهم بالقتل والإبادة. ثم ماذا فعل؟ شتم الأنصار ونعتهم باليهود، ينعت الأنصار باليهود. حينما يأتون ويقولون بأن الصحابة لهم حصانة ولهم صحبة ولهم سابقة ولهم غير ذلك، لا يعنون كل شيء، وإنما مرادهم من الصحابة هم الذين كانوا على دين معاوية، على نهج معاوية. وإلا فإن المهاجرين والأنصار، المهاجرين هم أول من هاجر مع النبي، أول من آمن وهاجر مع النبي، والأنصار هم من نصروا ومن هم من بايعوا النبي وآووا، وهم من بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وبذلوا حتى نسائهم من أجل نصرة الدين ونصرة العقيدة. ومع ذلك يأتي هذا الصحابي وما ينعتهم بالمجوس وينفذ فقال هذه العبارة: والله لأوقعن بكم وقعة تشفي غليل صدور آل عثمان. أنا
عثمان، قلنا بأن شيعة عثمان تحولوا وأصبحوا إلى أنصاري وشيعة معاوية. أما والله لعنكم أحاديث الأمم السابقة، يعني يريد أن ينزل بهم إبادة هولوكوست، إبادة جماعية. نعم. شيء طبيعي، ضج الناس وخافوا وعم الاضطراب والهلع في نفوسهم، فلجأوا إلى حويطب ابن عبد العزة زوج أم بسر فهدأه وسكن هياجه، ولما نزل من المنبر دعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعه الناس خوفا، ثم أرسل إلى بني سلمة فقال والله ما لكم عندي أمان، يعني هؤلاء بأجمعهم ليس لكم أمان، حتى تأتوني بجابر ابن عبد الله الأنصار الصحابي، يعني لا بد أن تأتون وتبايعون. ومن المعلوم أن البيعة على يبذل طاعة لمعاوية عبيد خول لمعاوية. فهرب جابر من بطش سمرة، ثم بعد ذلك استفتى أم سلمة فقالت له بايع فإنه جبار، ثم خرج بسر من المدينة إلى مكة، وفي طريقه إلى مكة وجد قافلة فقتلهم وأخذ أموالهم، ودخل مكة فكرر ما فعله وقتل عبد الرحمن بن عبيد ابن أم إراك الثقفي، وقتل كل من كان في طاعة علي، فأقام في المدينة شهرا، فما قيل له في أحد أن هذا ممن أعان على قتل عثمان إلا قتله. يعني هذا المخبر، أي واحد يجي يقول له أنه هذا كان من شيعة علي بن أبي طالب أو أنه أعان على قتل عثمان لا ينتظر ويتأكد من الخبر، لا، قتله. وقتل قوما من بني كعب على مائهم فيما بين مكة والمدينة وألقاهم في البئر، يعني حتى قبور ماكو. ثم دخل الطائف ونجران، ذهب إلى اليمن، ولم يختلف فعله عما سبقه في المدينة ومكة، حتى دخل صنعاء فقتل كل من وجده في طريقه، كل إنسان يمر في طريقه يقتله. وأتاه وفد مأرب، هؤلاء ناس جاءوا إليه يريدون أن يكلموه، وأتاه وفد مأرب فقتلهم جميعا من دون تفاوض، من دون سؤال، من دون استفهام. ما هو ذنبهم، ما هو جرمهم، غير معلوم. وخرج من صنعاء إلى جلسان منطقة فقتل الكثير منهم من شيعة علي، ثم رجع بعد ذلك إلى صنعاء، وهكذا. لاحظ هذه المجازر كلها أقامها بسر ابن، هذا واحد بتوجيه من معاوية ابن أبي سفيان، وجهه معاوية هذا ابن واحد أبي سفيان، واحدا من جلاوزته، لم يكن واحدا من جلاوزته، لم يكن الأول والأخير من الذين ارتكبوا الجرائم من وبأمر من معاوية. حينما نأتي إلى عبيد الله بن زياد، حينما نأتي بعد ذلك الجرائم كثيرة سماحة الشيخ، الجرائم كثيرة نستعرضها بعد الفاصل، ولكن أريد تعليق من فضيلة الشيخ الزعبي قبل أن أذهب إلى فاصل. فضيلة الشيخ، هذه الجرائم وهذه الانحرافات التي حدثت بجسد الأمة الإسلامية ما تزال اليوم نلاحظها في بعض مناهج التربوية وفي مدارس حتى بدءا من الابتدائية في بعض الدول العربية، ما تزال تدرس اليوم كمنهج تربوي. يعني للأسف أنا سبق أن قلت قتل الجعد بن درهم رحمه الله الذي ذبحه خالد القسري، نعم، على منبر صلاة عيد الأضحى، يرويها الشيوخ في المساجد وفي المعاهد الشرعية. وأنا أذكر عندما كنت أدرس كطالب كان الأستاذ يحدثنا بها بانتشاء بافتخار، ولذلك ما دون نعم، يعني بنوع من السرور بفعل خالد القسري. خالد القسري، هذا خالد بن عبد الله القسري، كان يخطب في الناس كما ينقل ابن الأثير والطبري في تاريخه، كان يخطب في الناس فيقول: أخليفة الله في أرضه خير أم رسول، خليفة الرجل في أرضه خير أم رسوله؟ فمحمد رسول والخليفة خليفة الله. يعني إلى هذا الحد وصل الإجرام. ما تفضل به سمحت الشيخ لؤي عن بصر بن أبي أرطأة، أنا أتمنى على المعاهد والجامعات الشرعية وكل يعني وكل من ينظرون للمناهج أن يعتمدوا كلام الدارقطني،
كلام الدارقطني يؤسس لإعادة نظر في قضايا جرت مجرى المسلمات ولم تكن مسلمات. الدارقطني يقول عن بسر بن أبي أرطأة: كانت له صحبة، لاحظ العبارة، ولم تكن له استقامة. كانت له صحبة ولم تكن له استقامة. إذن الصحبة ليست مبررا لتبرير هذه الجرائم. فإذا نعم، يعني أنا هذه نعم. هذه هذا الكلام لمحدث كبير كالإمام الدارقطني نعم. الذي ألف التتبع والإلزامات وتتبع الإمام البخاري والإمام مسلم نعم. يعني الإمام الدارقطني إمام، يعني لا يوجد أحد من علماء السنة إلا ويقر بتقدم الإمام الدارقطني في علم الحديث وفي الجرح والتعديل وغيره. فالإمام الدارقطني إمام كبير يقول: كانت له صحبة ولم تكن له استقامة. إذن دعونا نعيد النظر. ليس من المنطق وليس من الشرع وليس من العرف وليس من اللغة أنه والله كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف بالعدالة والاستقامة. هذا إذا 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 اكتفينا بتعريف المحدثين، ولكن علماء أصول الفقه في مذهب أهل السنة والجماعة لم يقبلوا تعريف المحدثين، اختلفوا فيما بينهم اختلاف كبير. منهم من اشترط للصحبة أن يكون قد صحبه سنة أو سنتين، منهم من اشترط أن يكون قد غزا معه غزوتين، منهم من اشترط، وهذا ربما هو ما أراه، أن تتحقق به معنى الصحبة. ولكن حتى تحقق معنى الصحبة لا يعصمه من الانحراف ومن غيره. ولكن يعني على الأقل تعريف الصحابي لا يجوز أن يبقى كلام المحدثين هو المسلم به، لأن علماء المسلمين علماء المذاهب الإسلامية ما سلموا به، فلماذا نبقيه مسلما به؟ هذا الإمام الدارقطني وهو من المحدثين وليس صحيح. من جماعة أصول والفقه يقول: كانت له صحبة ولم تكن له استقامة. نعم نعم، هذه نقطة جيدة التي أشرتم إليها في مسألة هم ما زالوا مختلفين في تعريف معنى الصحبة. هنالك من ذهب كما أشرتم إلى من صاحب النبي ولو لساعة، إلى من رأى النبي، هنالك من ذهب إلى يجب أن تكون له غزوات، غزوتين أو ثلاث غزوات حتى يطلق عليه معنى الصحابة، وما زالوا مختلفين في تعريف ما هو الصحابي. إذن أنتقل إلى فاصل أول مشاهدينا وأعود إليكم بعد هذا الفاصل. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام في رسالة بعث بها إلى معاوية: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني ولأمة جدي محمد صلى الله عليه وآله أفضل من جهادك، فإن فعلته فهو قربة إلى الله عز وجل، وإن تركته فأستغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. تحية لكم مشاهدين كرام، أحييكم من جديد أحبتي أينما كنتم، ونذكر بأنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا وأيضا إرسال رسائلكم النصية عبر الفيسبوك وعبر الواتساب. لو نقرأ المرحلة الزمنية التي مرت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والعداء الذي كان يمارس من قبل أبي سفيان، وتحمل النبي الأعظم صلى الله عليه ما تحمل منه، لكن عندما دخل مكة فاتحا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونستعرض هذه المواقف التي بدرت من معاوية، وكيف قابل النبي صلى الله عليه وآله بهذا الإحسان، وأنه عفى عنهم يوم فتح مكة، ولكنهم قتلوا أهل بيته صلاة الله وسلامه عليهم، ولم يكتفوا بقتلهم بل قتلوا من يوالي علي عليه السلام ومن يكون على نهجه وعلى محبته. وكما يقول الشاعر ابن الصيفي:
ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم يبطحوا، فحسبنا وهذا التفاوت بيننا، فكل أناء بالذي فيه ينضح. أين بنو هاشم صلاة الله وسلامه عليهم، وأين بنو عبد شمس؟ مشاهدينا، يبدو اليوم هنالك مشكلة في الاتصال بضيفي الشيخ عبد العزيز الشريف، ونأمل إن شاء الله أن يصلح هذا الخلل، ولكن نعود وأنضم إلى ضيوفي الكرام وأنتقل إلى سماحة الشيخ المنصوري. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنتم تريدون أن تستعرضون الجرائم الأخرى التي قام بها بنو أمية، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا حينما تكلمنا عن بسر ابن أبي عرطة، هذا الركن الأول من الأركان الذين مهدوا لمعاوية بن أبي سفيان، هذه أن توطيد الملك العضوض الذي حذر منه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. واستعرضنا بشكل سريع الإبادة الجماعية، وليس قتل الأفراد، لا، إبادة الجماعية، القتل الجماعي الذي مارسه بسر بن أرفع. الركن الثاني أو الوالي الثاني الذي اعتمد عليه معاوية وهو زياد بن أبيه، وهو كان واليه على الكوفة. لاحظ حينما يأتي زياد إلى الكوفة كما يروي في تاريخ دمشق الجزء 19 صفحة 203، قال عن عبد الرحمن بن السائب، قال: جمع زياد أهل الكوفة فملأ المسجد، مسجد الكوفة، جمع جميع الناس، جمع أهل الكوفة وملأ به مسجد الكوفة، والرحبة والقصر، يعني الباحة والقصر، ليعرضهم. ماذا يريد منهم؟ هل يريد أن ينصحهم، أن يرشدهم، أن يبين لهم أحكام دينه، أن يعظهم موعظة أخلاقية كما يقول من على منهجه وأتباعه؟ لا، ليعرضهم على البراءة من علي، يعني من كان يتبرأ من علي بن أبي طالب فهو يبقى على قيد الحياة، وإلا فالسياف موجود، قاطع الرؤوس موجود. قال عبد الرحمن: فإني لمع نفر من الأنصار والناس في أمر عظيم. ماذا تصنع؟ لأنهم عرفوا غالبية الكوفة أو جمهور الكوفة هم شيعة لعلي بن أبي طالب، يوالون علي بن أبي طالب، يحبون علي بن أبي طالب، وهذا ليس عيبا، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: لأعطينا الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني إنسان متمحض إخلاصا وحبا في الله سبحانه وتعالى. والناس في أمر عظيم فهوم التهويم فرأيت شيئا، جاءته غفوة، شيئا أقبل طويل العنق مثل عنق البعير، أهدل أهدل، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا النقاد ذو الرقبة الطويلة، بعثت إلى صاحب هذا القصر، فاستيقظت فزعا، فقلت لأصحابي: هل رأيت ما رأيت؟ قالوا: لا. فأخبرتهم، قال: وخرج علينا خارج من القصر. في هذه الأثناء جاءهم مبعوث من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم انصرفوا عني فإني عنكم مشغول، وإذا الطاعون قد ضربه. يعني لولا أن يأتي هذا النقاد، لولا أن يأتي هذا الطاعون، لكان زياد ابن أبيه استعرض فيهم البراءة من علي بن أبي طالب ولقتلهم. كذلك أيضا حينما ننتقل إلى الشخص الآخر وهو سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب فعل أفاعيل كثيرة، ثم بعد ذلك معاوية ابن سفيان ماذا؟ عزله، حتى أن لديه عبارة قال: والله لو أطعت الله سبحانه وتعالى كما أطعت معاوية لأدخلني الجنة. يعني كان الشخص متمحضا في طاعة بني أمية، ومع ذلك عزلوه.
وأطلق هذه العبارة، والمحدثين والمترجمين أيضا يعبرون عنه، عن هذا الصحابي، أنه رجل سوء، وهو الذي قال له النبي، قال في الحديث الصحيح الذي رواه الذهبي في سير كلام النبلاء، أن النبي دخل على ثلاثة، على سمرة بن جندب وعلى أبي هريرة وعلى أبي محذورة، قال لهم آخركم موتا في النار. لذلك حتى المحدثين ينقلون هذا، يقولون إذا أراد شخص أن يغيظ أبا هريرة يقول له بأن سمرة قد مات فيغمى عليه، وإذا أراد شخص أن يغيظ أبي محذورة يقول له بأن أبا هريرة قد مات فيغمى عليه، وآخرهم موت كان سمرة بن جندب وقع في النار فاحترق. واللطيف المحدثي السلطة وعاض السلاطين ماذا قالوا؟ قالوا وقعت نبوة النبي، تحققت نبوة النبي، حيث إنه احترق في نار الدنيا، لأن النبي كان يقصد نار الدنيا وليس نار الآخرة. لكن حينما مثلا حينما نذهب إلى صحابة آخرين قتلهم معاوية، قتلهم الأمويون، هل نجد لهم من يبرر لهم هذا القتل؟ يعني حينما نأتي إلى حجر بن عدي وأصحابه، هل نجد من يبرر أنهم قتلوا ظلما وهؤلاء صحابة سفك دمهم ظلما؟ فالأمويون وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سفيان استعرضوا في الناس وجعلوا الناس عبيدا لهم، يعني ما من فعل شنيعة تخطر على ذهن الإنسان من قتل ومن ترويع ومن تجويع. هذا حتى الحصار، يعني لما معاوية يذهب إلى المدينة فلا يجد من يستقبله، فيرى أبو قتادة يقول ما لكم معاشر الأنصار، الناس كلهم يستقبلونني إلا أنتم، فأين الدواء؟ قالوا لا توجد لدينا دواء. فأين النواضح؟ قالوا له عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. وينص ابن حجر العسقلاني على أن معاوية ابن أبي سفيان قطع عنهم العطاء، يعني لم يمكنهم من العطاء أساسا، يعني من حقوقهم لم يمكنهم. وتعلم أن الأنصار ليسوا بقلة. ثم بعد ذلك حينما تنتقل النوبة إلى يزيد ابن معاوية، نجد أن يزيد ابن معاوية يرتكب الفجائع، يعني يبتدئ حياته بمستشار كان لمعاوية، هو سرجون النصراني، ثم يشير عليه بأن يأخذ البيع من الناس غصبا جبرا، ومن لم يبايع يقتل. لذلك افتتح حكمه بقتل الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه ومجزرة كربلاء. ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى واقعة الحرة، وقد استعرضناها بشكل مفصل، واقعة الحرة وما جرى فيها على الأنصار وعلى المهاجرين وعلى النساء وعلى حيث ذبحوا، يعني لم يبق في المدينة إنسان كبير لم يطيب بالغا إلا وقتله. وبعد ذلك حينما ينتقل الأمر إلى الخليفة الآخر أو الملك الآخر، إلى مروان ابن الحكم، ماذا فعل مروان ابن الحكم؟ لاحظ مروان ابن الحكم، قلنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصفه بأنك وزغ ابن وزغ، وأنه لعين وأنه طريد، وإذا بالشاميون وإذا بوعاظ السلاطين يصفونه بأنه مبايع، قد بويع له بالخلافة. ماذا؟ أولا من أفعاله عثمان بإجماع المؤرخين والمحدثين، مروان عذرا، بإجماع المحدثين والمؤرخين أنه كان السبب في مقتل عثمان، هذه الفتنة التي ما زلنا نعاني من مشاكلها إلى اليوم، أنه كان سببا في مقتل عثمان. لذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية جزء 11 صفحة 712، ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان، لأنه أبسط فعل زور
على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوفد. إذن هو المسبب لقتل عثمان. مروان مثلا يأتي ويقتل طلحة ابن عبيد، تعلم بأن وقعت الجمل أصحاب وطلحة كان جريحا في وقتها، كان جريحا وقام بقتله وتصفيته. نعم إيه، خرجوا سويا مروان وعبد الله وطلحة والزبير، خرجوا يدعون الطلب بدم عثمان. نعم. فذهبوا إلى البصرة وأوقعوا فيها معركتين، معركة الجمل الصغرى وقتلوا فيها الصحابي الحكيم ابن جبل العبدي، وحكيم ابن جبل العبدي كما يصفه المحدثون والمترجمون أنه كان من العباد الزهاد المتألهين، قتل في معركة الجمل الصغرى قبل مجيء علي بن أبي طالب عليه السلام. حينما تذهب إلى الذين يدافعون عن الصحابة وتسألهم من قتل حكيم هذا الصحابي المتأله، لماذا هذا الدم يكون عندكم مهراقا ليس له مطالب ليس له داعي، لماذا لا تتحدثون به على المنابر؟ حكيم بن جبل العبدي كان من العباد المتألهين، قتله طلحة والزبير وعبد الله بن عمر ومروان في معركة الجمل الصغرى. في معركة الجمل الكبرى حينما انهزم هذا الجيش جيش طلحة، التفت مروان إلى طلحة فضربه بسهم وقتله وقال لابني عثمان كفيتك أحد قتلت أبيك. وكما تعلم هم أخرجوا بأن في الحديث أن طلحة من العشرة المبشرين في الجنة. صحيح. فمروان الخليفة الأموي الذي يحكم الأمة ويحكموه وتحكم هذه النابتة السلفية على سلف معاوية تحكم بشرعيته، هو قاتل أحد العشرة المبشرين بالجنة. حتى أن الذهبي يقول قاتل طلحة كقاتل علي، كما أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة سلام الله عليه. كذلك حكم قاتل طلحة كحكم عبد الرحمن بن ملجم. يعني سماحة الشيخ المنصور اعتذر عن المقاطعة، اعتذر شيخ العزيز، ولكن يبدو أن ضيفي الشيخ عبد العزيز الشريف انضم إلي وأصلح الخلل. فضيلة الشيخ عبد العزيز إن كنت تسمعني حياكم الله. فضيلة الشيخ عبد العزيز إن كنت تسمعني بشكل جيد. نعم، يبدو أن ما زال الخلل قائما بالاتصال بالشيخ عبد العزيز. نعم، أعود للشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ الزعبي، هنالك رسالة وردت من أحد الأخوة يقول السلام عليكم، عندي طلب من فضيلة الشيخ محمد الزعبي وهو أن يؤلف لنا كتابا يتناول فيه بالأدلة والشواهد المعادلة التي صنعها بنو أمية والتزم بها المحدثون، وهذه المعادلة هي أن المحدث والكتاب الذي يشتمل على أحاديث درجته وقيمته عكسية مع ما يشتمل من فضائل أهل البيت ومثالب معاوية، فكلما كان الكتاب والمؤلف أقل ذكرا لفضائل أهل البيت وأقل ذكرا لمثالب معاوية كان الكتاب هو الأعلى كعبا وكذلك مؤلفه، ولذلك نجد أن البخاري وكتابه مقدم على بقية المحدثين والكتب. تعليقكم فضيلة الشيخ. يعني هو الوقت، والله يعني أنا موضوع رسالة الدكتوراه سيكون مراجعة يعني في منهج المحدثين، طبعا لسنا أعلم منهم، لكن كل علم بشري، علم الحديث هو إنجاز بشري يريد حفظ الرسالة الإلهية وليس إنجازا دينيا، هو إنجاز بشري لتوثيق الحديث، فلا يمنع أن يكون فيه نقص ومؤاخذات، وهذا إن شاء الله سيكون موضوع رسالة دكتوراه بدعاء الإخوة إن شاء الله. فقط أنا أريد أن أذكر ما نقلته لأنه نقلته من دون أن أذكر المصدر. نعم تفضل. قول عبد المروان لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر، قال حرفيا لحلت لي دماؤهم وأموالهم، هكذا كان كلامه كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية.
وكذلك يعني من جراء، لا أدري يعني عندي المجال أم نعم أختصر. أعطيك المجال، ولكن قد يكون في المقطع الأخير. يبدو أن فضيلة الشيخ عبد العزيز أنا انضم أريد أن إلينا فقط. أتحدث عن سم عبد الرحمن ابن نعم خالد ابن الوليد، يعني خالد ابن الوليد من الصحابة كان تفضل أكمل. نعم ممن يثنون عليه. طب نعم ابنه عبد الرحمن إذا قرأنا في تاريخ الطبر يقول حدثني عمر نعم ابن شبة النميري ابن حبان وثقه وقال مستقيم الحديث، ابن أبي حاتم قال صدوق، الذهبي قال ثقة وثقه الدارقطني أيضا، الخطيب وثقه وقال قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو صدوق، يعني ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبو حاتم. نعم المهم يعني هناك قائمة طويلة في توثيقه. حدثني علي المدائني أبو الحسن المدائني أيضا ثقة، يحيى بن معين قال ثقة. سأكتفي بهذا مع أن قائمة التوثيق طويلة. نعم عن مسلمة بن محارب، مسلمة بن محارب ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وما جرحه أحد منهم، ووثقه ابن حبان أن عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد كان قد عظم شأنه بالشام ومال إليه أهلها، ولما لما كان عندهم من آثار أبي خالد بن الوليد ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم وبأسه، حتى خافه معاوية وخشي على نفسه منه لميل الناس إليه، فأمر ابن أثال أن يحتال في قتله. وطبعا ابن أثال كان طبيب معاوية، وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاش، وأن يوليه يولي ابن أثال مسيحي، وأن يوليه جباية خراج مصر. فلما قدم عبد الرحمن بن خالد حمص منصرفا من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص، فوفى له معاوية بما ضمن له وولاه خراج حمص ووضع عنه خراجه. هذا أيضا نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ وفي تاريخ الإسلام أيضا كرره الذهبي. فقتل عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد بالسم عن طريق طبيبه ابن أثال، هذا ثابت حتى بالإسناد، مع أنه حين نتحدث في الأخبار يكفي أن يتفق عليه المؤرخون، وخاصة المؤرخون الذين لهم باع حتى في التوثيق وفي علم المؤرخ الحافظ يعني في علم الحديث. نعم ومع ذلك إسناد الطبري صحيح، ونقل الذهبي لرواية في كتابين من كتبه، وكذلك ابن عساكر الحافظ أيضا. فإذا معاوية أيضا دس السم لعبد الرحمن ابن خالد، طبعا عند ابن كثير نجد، لأنه كانوا يتوجهون إليه كخليفة لمعاوية، حين استشارهم في أمر يزيد أشاروا عليه بعبد الرحمن ابن خالد فتخلص منه بالسم. هذه كانت سيرة معاوية، يعني هذا واحد من ضحايا، إضافة إلى كل الضحايا الذين ذكرناهم في اليمن وفي المدينة وفي الشام إلى آخره. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. إذن المشاهدين أذهب لفاصل أخير وأعود إليكم. تحية لكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، أحييكم في القسم الأخير من برنامج الموقف. لا أعرف إن كان قد أصلح الخلل والاتصال بالشيخ عبد العزيز حتى أبدأ معه السؤال. فضيلة الشيخ إن كنت تسمعني حياكم الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله، حياكم الله. أحييكم وحيي ضيوفك الكرام، وأسفين على التأخر الله يحفظكم. شكرا جزيلا، حياكم الله. فضيلة الشيخ أبدأ معكم بهذا السؤال، هل تعتبر أن كل المؤرخين كالطبري وابن الأثير والبلاذري وحتى ابن كثير ممن نقلوا جرائم بني أمية ومجازرهم كانوا من الذين افتروا على بني أمية أم لا؟ تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييك أخي الأستاذ، حياكم الله، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، والحمد لله على سلامتكم.
وأحيي ضيوفك الكرام وآسف على التأخر في الانضمام معكم، بارك الله فيكم حياكم الله. الله كل خير. أستاذ حسين بارك الله فيك، تعرف أن المؤرخين يعني يكتبون الغث والسمين، ولكن كما قلت لك وأعيد وأكرر العبرة بالمسانيد المسندة. فإذا قرأنا تفسير ابن كثير مثلا، تفسير ابن كثير يعتمد على الرواية وعلى الدراية وعلى بيان الحديث بضعفه. مثلا أيضا البلادري ينقل في تاريخه الغث والسمين، فأحيانا تجده ممن يمدح بني أمية ويمدح معاوية، وأحيانا تجده يورد ما يذم به بني أمية ومعاوية، يعني كما تقول قضيته على المزاج. كذلك الطبري ينقل هنا وهنا، والعبرة بالأدلة المسندة والرواية المبنية على السلامة من العلل التي تكون السبب إما في ضعفها أو موضوعها أو كذبها. ونحن قلنا سابقا أن دولة بني أمية لم تتعرض دولة مثلها للمغرضين والحاقدين، وكذلك خلفاؤها لم يتعرض خليفة من الخلفاء كما تعرض خلفاء بني أمية للدس والكذب والموضوع ووضع الأحاديث ووضع السير كلها عليه، مع أنها للأسف الشديد لو بينا فيما مضى أنها إما ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة أو مدسوسة، الغرض منها الإساءة لهذه الدولة التي اجتمعت الأمة عليها وبايعها الصحابة وبايعها المسلمون، ويكفيها فخرا أن قيامها كان قيام للجماعة ويد الجماعة كانت موجودة في هذه الدولة. فالحسن ابن علي عليهما السلام والحسين ابن علي عليهما السلام كان في مقدمة المبايعين لمعاوية. نعم، لأن يكون هذا ما ذكرتموه فضيلة الشيخ، ذكرتموه في حلقات الماضية، ولكن أنا هذا التساؤل، يعني تقول بأن هؤلاء الذين ذكرتهم من المؤرخين والباحثين والمحدثين ليست لهم مواقف محددة، تالي تارة يمدحون بني أمية وتارة يذمون بها. نعم، ليس لهم يعني موقف معين. طيب، هل تأخذون من هؤلاء الرواة أم ترفضون كل الروايات سواء في المدح أم الذم؟ نأخذ الروايات الصحيحة المسندة التي يقبلها العقل والنقل ويقبلها كل ذو عقل حصيف. طيب، أما روايات في التاريخ مثل البلادري يأتي ويقول أن معاوية قال كذا وأن معاوية ليس فيه فضائل، ثم بعد ذلك يذكر أن معاوية من أهل الجنة، ثم يأتي ويقول لا معاوية من أهل طيب النار. جميل جميل جميل، هذا التساؤل أنتقل به إلى فضيلة الشيخ الزعبي، بما أنكم الأقرب فضيلة الشيخ على هذه المصادر التي ذكرها الشيخ عبد العزيز، يقول هنالك يعني تذبذب في المواقف، كيف تردون عليه؟ ما كان على سماحة الشيخ عبد العزيز أن يطعن في ابن كثير وفي الذهبي وفي غيرهما، كان عليه أن يقول هذا يدل على الموضوعية، فهم ينقلون روايات التي فيها ذم والتي فيها مدح. وقد يكون حتى بنو أمية، يعني حتى إبليس حين يقول أنا خلقتني من نار وخلقته من طين قال حقا، فهل أنا إذا قلت إبليس قال حقا يعني خلاص أنا آمنت بأحكام إبليس؟ يعني حتى إبليس يقول شيء من الحق، فلا مانع أن يمدح وأن يذم. أما ابن كثير فهو حافظ، وابن والذهبي حافظ، وأنا نقلت الرواية بإسنادها من تاريخ الطبري، وذكرت توثيق الذين نقلتهم رجلا رجلا، والطبري أيضا محدث كبير وله تهذيب الآثار اعتمده كبار العلماء. وحتى تفسير الطبري قال ابن تيمية نفسه بأنه ما أتى به بضعيف وغير ذلك، فهؤلاء علماء كبار، يعني لا يقال ذلك. ثم الإسناد يعتمد في الحلال والحرام، أما الأخبار فما اعتمده علماء السنة، ومع ذلك نحن نسند ونقدم الرواية بإسنادها الصحيح. يعني حتى التاريخ هناك قضايا متفق عليها في التاريخ، يعني مثلا حين يتحدث ابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم بن خليفة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، هذا الكتاب جمعه فقط ليتحدث عن الأطباء، حين وصل إلى ابن أثال قال عنه كان خبير بصنع السموم في زمن معاوية. شوف شو بيقول، وكان ابن أثال خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وقواها،
وما منها سموم قواتل، وكان معاوية يقربه لذلك كثيرا، ومات في أيام معاوية جماعة كثيرة من أكابر الناس والأمراء من المسلمين بالسم. يعني كان هذا طبيب، مش عم يتكلم. كان معاوية يستفاد من خبراته، وإضافة إلى الرواية التي رواها الطبري والذهبي في كتابي وابن كثير، حتى يعني نقلنا له، عفوا ابن عساكر، نقلنا له انه كبار المؤرخين وحفاظ المؤرخين نقلوا ذلك. وهذا يعني كيف مات عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟ يعني ضربته كهرباء مثلا او ضربته سياره؟ مات عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بالسم. ابن اثار وصفها له في حين ان معاويه كان متزوج بن ام عبد الرحمن، ولكنه قتله في نهايه المطاف. نعم، لأنه لا، الناس تميل إليه بدل يزيد. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. أعود لفضيلة الشيخ عبد العزيز، بما أنك لم تكن معنا في القسم الأول والثاني فضيلة الشيخ، استمعتم إلى ما ذكره الشيخ الزعبي، ولكن دعني أنتقل إلى سؤال آخر. التبرير هذا الذي في طي حلقات هذا البرنامج، دائما ما كنتم تحاولون وتبررون للأعمال التي قام بها بنو أمية، وأن لهم الحق في القتل من يخرج عليهم، وبالتالي الأفعال التي كانوا يقومون بها مبررة. فضيلة الشيخ، أليس في تبرير هذه المجازر ومن إحراق الجثث وقطع الرؤوس تشجيع للدواعش والتكفيريين واستمرارا لمنهج الدولة الأموية؟ يا أستاذ حسين بارك الله فيك، الدولة الأموية تعرض لحملة تشويه من بعض الإسلاميين قبل المستشرقين، للأسف ممن ينتمي إلى المسلمين وإلى الدولة الإسلامية وقع في هذه الدولة الأموية. طيب، هذه الجرائم التي يقدم عليها داعش اليوم وهذه الحركات التكفيرية، من أين استمدت هذه الجرائم التي يقومون بها اليوم؟ أستاذ حسين، في فرق شاسع بين بني أمية وبين داعش يا رجل. السيرة نفس السيرة والتاريخ نفس التاريخ، والذي قامت به داعش لم يختلف عن ما قامت به بني أمية في طبيعة الحال. أستاذ حسين بارك الله فيك، فرق شاسع كما بين الشمس والقمر والسماء والأرض. لا تقارن داعش أو النصرة. لست أنا من أقارن فضيلة الشيخ عزيزي، لست أنا من أقارن. التاريخ يتحدث، والأفعال التي في الساحة اليوم تشير إلى العلاقة التي بين داعش وبين بني أمية. أستاذ حسين بارك الله فيك، نحن نريد أن نقرأ التاريخ قراءة مجرد. جميل. نقرأها قراءة بدون بارك الله فيك أن ننظر إلى هذا، نأتي بقراءة معتدلة، نقرأ عن هذه الدولة الأموية بحيادية، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن العداوة، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الكراهية. اقرأوه بتمعن واقرأوه بحيادية، ستجد أن هذه الدولة أولا تعرض لتشويه عظيم لم تتعرض له أي دولة. ثم إن التاريخ يا أستاذ حسين، التاريخ الذي كتب عن الدولة الأموية هو كتب في العصور المتأخرة، بمعنى أن هناك للأسف خصوم وأعداء لما رأوا أن هذه الدولة الإسلامية الفتية التي أعز الله بها الإسلام وحفظ بها بيضة المسلمين. نعم. وكما في الروايات أن معاوية ستر للمسلمين. طيب، فبني طيب فضيلة الشيخ، عذرا للمقاطعة، هذا ذكرتموه في عدة حلقات، ولكن أريد في المجمل قبل أن أنتقل إلى الشيخ المنصوري، تريد القول بأن الجرائم التي وصلت إلينا عبر هذا التاريخ وعبر المحدثين وارتكبت في على يد بني أمية وأزلام هذه الدولة، أتنكر هذه الجرائم برمتها أم تعلق على بعضها؟ أستاذ حسين، إن عصر بني أمية عصر مظلوم على أهميته. أنا أتحدث عن الجرائم، هل حدثت هذه الجرائم يا فضيلة الشيخ أم لم تحدث، التي ذكرها ضيوفي الكرام من خلال المصادر والأسانيد الصحيحة؟ فلم يثبت. اسمع يا أستاذ حسين، لم يثبت أن معاوية سمى الحسن
ووالله لو كان المعاوية سمى الحسن لما سكت الحسين على معاوية وعلى قتل أخيه بالسم، ولم يثبت أن معاوية سمى عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، كلها أسانيد واهية ضعيفة لا تقوم بها حجة، ومجها العلماء والعقل السليم يمجها. بالله كيف يولي عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على حمص، ويقره معاوية على حمص، ويقاتل معه في اليرموك، ثم يأتي ويدس له السم؟ إنما دسه أثال النصراني وقتله بالسم أثال النصراني، وهذا ثابت. أما معاوية لا يد له في قتل أي أحد ممن ذكره الشيوخ الأفاضل، فلم يقتل الحسن، ولم يتسبب في قتل الحسين، ولم يقتل عبد الرحمن بن خالد، ولم يقتل أحدا من المسلمين إلا بحق، فمن قتله معاوية قتله بحق، والله عز وجل جعل له ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يعادون معاوية ويعادون بني أمية يأتون بروايات من هنا ومن هنا، فيقولون هذه ينزله على معاوية وهذه ينزله على بني أمية، وما دروا أن تاريخ بني أمية شوه من قبل الأعداء وشوه من قبل المغرضين والحاقدين، وجعلوا هذه الدولة كأنها دولة للأسف بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن المسلمين، وللأسف هم لم يأتوا بالحقيقة، وإنما ابتعدوا عن الحقيقة وابتعدوا عن منهج المسلمين وعن وحدة المسلمين عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالالتفاف على ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وإنما طيب. الدعاء له طيب. وطاعته معروف وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال. طيب شكرا فضيلة الشيخ. انتقل بهذا التساؤل الذي طرحتموه وبهذا الرفض لأنه معاوية قام بقتل الإمام الحسن أولا سلام الله عليه، ومن ثم بقية الأشخاص. سماحة الشيخ المنصور يقول لك الشيخ عبد العزيز بأن معاوية مبرأ من دم الإمام الحسن سلام الله عليه، وكثير من الشخصيات التي ذكر لنا التاريخ بأن معاوية قام بقتلها وتصفيتها. السلام عليكم مجددا، وعلى جناب الشيخ عبد العزيز بالخصوص. إن لم يقبل منا الجرائم التي ارتكبها معاوية ومن بعده من جاء من بعده، فليقبل من السيدة عائشة. ماذا هل يقبل بشهادة السيدة عائشة أنها شهدت على معاوية أنه قتل أخاها ظلما؟ طيب 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 سمحت الشيخ، سمحت الشيخ حضر المقاطعة، سمحت الشيخ المنصوري لو سمحت لي، فضيلة الشيخ عبد العزيز هل تقبل بكلام عائشة أم المؤمنين عن قضية قتل أخوه محمد بن أبي بكر أم لا؟ قبل أن يذكر الرواية سمحت الشيخ، هل تقبل أم لا تقبل؟ دعه يا أستاذ حسين، دعه يذكر الرواية ثم أرد عليها بارك الله فيك. طيب إذا نستمع على سماحة الشيخ المنصوري، تفضل سماحة الشيخ. افتح كتاب الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني في الجزء الأول صفحة 445 رقم الحديث 663، قال أخبرنا ابن أبي عمرو العدني وهو ثقة، حدثنا عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظ، عن معمر ثقة ثبت، عن الزهري الفقيه الحافظ، عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ثقة، قال قدم معاوية المدينة فاستأذن على عائشة فأذنت له وحده ولم يدخل معه أحد، لما دخل قالت عائشة تتأمن أن أقعد لك رجلا فيقتلك كما قتلت أخي محمد ابن أبي بكر؟ قال ما كنت تفعلين ذلك؟ قالت لما؟ قال إني في بيت آمن. قالت أجل إسناده صحيح ورجاله هاي وحدة. سماحة الشيخ خلنا نتوقف عند هذه الرواية، سماحة الشيخ المنصوري خلنا نتوقف عند هذه الرواية، وذكرتم السند والكتاب الذي وردت فيه، ما هو ردكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بأن معاوية من قتل محمد بن أبي بكر وعلى لسان عائشة أم المؤمنين؟ أولا محمد بن أبي بكر
ليس صحابيا. ثانيا لا يوجد رواية صحيحة صريحة تدل على أن معاوية هو من قتل أبي بكر. أيضا هذه الرواية التي ذكرها سماحة الشيخ لؤي، وأيضا رواية أخرى أنه أحرقه في جيفة حمار، هذه الرواية منقطعة ولا تصح بأي حال من الأحوال. فأيضا أنا بيني وبينهم السند، فالرواية غير مسندة. ممكن أين الانقطاع وأين الضعف في الرواة؟ وين؟ قرأت لك سند الرواية وتوثيق الرجال. أخبرنا ابن أبي عمر العدني ثقة، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وين الانقطاع؟ وين؟ قال ابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان قيل أن محمدا قتل في المعركة، وقيل أن عمرو بن العاص قتل بعد أن أسره، وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب. يا فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، السند، فضيلة الشيخ عبد العزيز يقول لك الشيخ المنصوري هذا السند. معاوية قتله، معاوية قتله، معاوية قتله، سواء في المعركة أو أخذ أسيرا. السيدة عائشة تقول بأن معاوية قتله، وهي تريد أن تقتص من معاوية لقتله. لم يثبت. وعائشة ممن أثنى على معاوية وقالت والله إنه لخليفة بالإمارة. لو سمحت لي يا شيخ، سمحت الشيخ المنصوري، لو سمحت لي في دقيقة من الوقت، فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذا السند الذي قرأه الشيخ المنصوري هل تطعن بهذا السند؟ أليس صحيح؟ هذا السند يا أستاذ حسين لم يثبت، وقد طعن فيه العلماء المحدثين. من الذي طعن به؟ من الذي طعن به؟ من الذي طعن بهذا السند؟ وطعن فيه ابن عبد البر في الاستيعاب، ذكر عدة روايات متضاربة في قتله، فكيف نعتمد رواية واحدة دون الأخرى على أنها كلها ليس فيها إلا أكاذيب ووضع وأيضا إساءة لمعاوية بن أبي أمية؟ أين الطعن في الرواية؟ أين الطعن في الرواية يا جناب الشيخ؟ اطعن لي في راوٍ. أخبرنا أبي عمر العدني، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أين الطعن بهؤلاء الرواة؟ أنت تأتيني بارك الله فيك برواية واحدة، وهذه الرواية لا وجود لها. هذه رواية وجد صحيح بقى. أتيني برواية واحدة. طيب سماحة الشيخ المنصوري، سماحة الشيخ المنصوري، فضيلة الشيخ عبد العزيز، دعونا نذهب إلى نستمع إلى رأي الشيخ الزعبي. ما هو ردك فضيلة الشيخ؟ يعني كما يسأله سماحة الشيخ لؤي، يعني أين الانقطاع في رواية الطبري أنه أحرق في جوف حمار؟ أين الانقطاع؟ والهيثم يقول رواه الطبراني، عفوا، رواه الطبراني ورجاله ثقات. أين يعني سماحة الشيخ عبد العزيز، ليس كل من قال دعونا ننظر بموضوعية إلى التاريخ بدون انحياز يعني أنه لم يعد منحازا، ولو الواحد قال ذلك. نعم. عدم الانحياز يكون بالتحقيق الفعلي. يعني الرواية التي ذكرتها في قضية سم الحسن، لا يقال هكذا بكل بساطة هذه روايات واهية ليست صحيحة. هذه رواها الطبراني وسبق أن ذكرنا إسنادها. فأين يعني لا يقال هذه رواية واهية، إنما يأتي المطلوب أن يأتي إلى السند نفسه ليقول. يعني مثلا في معجم الطبراني الكبير، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، هذا الذي يقال له مطين في علم الحديث، هذا الدارقطني قال ثقة جبل، وقال في موضع آخر جبل لوثاقتي، ويعني اتفقوا على توثيقي. قال حد إذا كان لا يقول لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا أحاديثه في الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، هذا أحاديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، أحاديثه في الكتب الستة. عن أبي بكر ابن حفص، أبي بكر ابن حفص هذا عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، أيضا أحاديثه في الكتب الستة. فهذه رواية أن معاوية سمى الحسن، كيف تكون هذه رواية واهية ورجالها باستثناء مطين، لأن مطين جاء بعد البخاري، ولو كان قبل البخاري لروى عنه، لأنه متفق على وثاقته وعلى أنه ثقة جبل.
البقية كلهم في الكتب الستة، فكيف يقال هذه رواية واهية؟ يعني طيب لا طيب لا يصح. نعود لنسمع تعليق الشيخ عبد العزيز. الرواية مقطعة. الشيخ عبد العزيز يقول لك هذا رواية رواه الطبري ورجاله ثقات، وهذه الأحاديث كلها موثقة وكلهم. دقيقة ممكن أرد على سماحة الشيخ الزعمي لو سمحت. تفضل تفضل عزيزي. طيب الرواية قال أبو سعيد حدثنا بذلك من أمره حسن بن محمد المديني عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن عبد الكريم بن الحارث بهذا أو نحوه. وعبد الكريم يا سماحة الشيخ لم لا هذا القصة. سند آخر، لا تذهب إلى سند آخر، هذا سند آخر يا شيخ. عبد الكريم لم يدرك القصة أصالة، ومعاوية عبد الكريم عبد الكريم غير موجود في الإسناد الذي ذكرته. فضيلة الشيخ عبد العزيز لو سمحت، فضيلة الشيخ يقول لك الشيخ الزعبي هذا سند آخر، هو يتحدث عن سند آخر. يا أستاذ حسين هذه الروايات متضاربة، قال عنها ابن حبان قال عنها ابن لا حبان. أريد فضيلة الشيخ تعليق على السند، تعليق فضيلة الشيخ عبد العزيز تعليق على السند الذي ذكره الشيخ الزعبي تحديدا، ما هو تعليق على هذا السند؟ يا شيخ حسين بارك الله فيك، الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر روايتين، قال ابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان قيل أن محمدا قتل في المعركة، وقيل أن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسر. يا أستاذ حسين الآن كل الروايات مضطربة وكل الروايات سبحان الله، أين ذكر معاوية؟ أين ذكر معاوية في هذه الروايات؟ ثم إن عائشة أم المؤمنين يمكنها الله عز وجل من قتل أخيها معاوية ثم تتركه؟ محال إخواني، عائشة تطبق القرآن وتفهم القرآن وتعرف القصاص وتعرف أنها أن تأخذ لأخيها ممن قتله بدون حق، فيأتي معاوية ويزورها ثم تدخله وتقول له أنت كذا وكذا، يعني حتى العقل السليم يمجها تترك أخاها ولا تطالب بدمه ولا تأخذ ممن قتله، ثم تقرب معاوية وتثني عليه وتقول والله إنه لخليق بالإمارة وخليق بالملك. يعني سبحان الله، عائشة أم المؤمنين تترك قاتل أخيها يسرح ويمرح ولا تقيم عليه الحق ولا تطالبه ولا تأتي به للقضاء الشرعي وتأخذ منه حق أخيها. إذن ما زلتم فضيلة الشيخ تعارضون هذه الروايات. سماحة الشيخ المنصوري يقول لك هذه الرواية غير صحيحة، ولا يمكن لعائشة أن تتنازل عن دم أخيها وتترك معاوية بهذا الشكل. الإمكان وعدم الإمكان ماذا يعني؟ نحن أمام حديث منقول، واقعة وقعت وحدثت ونقلها لنا بإسناد صحيح. أما إذا أدخلنا العقل في المقام فسنسقط البخاري، في البخاري قردة زنات فاجتمع عليها قردة فرجموها ورجم صحابي معهم. هذه مقبولة، عقل الشيخ عبد العزيز يقبلها. أما حينما ينقل المحدثون بأن معاوية ابن أبي سفيان قتل محمد ابن أبي بكر وأحرقه في جوف ما، هاي العقل ما يقبلها. وشلون يزور عائشة؟ ما هو معاوية شنو عنده من مشكلة؟ يعني معاوية ملك يدخل على كل من هب ودب، لديه جيش، لديه قوة، لديه سيارة، لديه كل شيء. زين، ماذا تفعل لرواية المعجم الهيثمي في الزوائد وعن الحسن قال أخذ الفاسق محمد بن أبي بكر في شعب من شعاب مصر فأدخل في جوف حمار فأحرق، رواه الطبراني ورجاله ثقات. ليس الشيخ الزعبي، جناب الشيخ الزعبي يقول ثقات، الهيثمي في مجمع الزوائد يقول رجاله ثقات. وأما قضية أن معاوية هل سمى الإمام الحسن أو لا، فخل نرجع إلى ابن عبد البر في الاستيعاب ماذا يقول. وقال قتادة وأبو بكر بن حفص سمى الحسن ابن علي، سمته امرأته جعد بنت الأشعث بن قيس الكندي، وقال الطائفة كان ذلك بتسييس معاوية إليها وما بذل لها في ذلك. وروى الطبراني عن أبي بكر بن حفص أن سعدا والحسن
ابن علي مات في زمن معاوية وأنه سمهما، قال محقق الكتاب إسناده صحيح. فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ حتى اترك هذه الروايات، ماذا تصنع بكلام المحدث الذهبي؟ قال في سير أعلام النبلاء 337 ورجع معاوية بالألفة والاجتماع وبايعه أهل الشام بالخلافة في ذي القعدة. طبعا بالخلافة هنا حذرها ألف خط لأن النبي سماه ملك سنة 38. اسمع تكمله، فكان يبعث الغارات فيقتل من كان في طاعة علي. فأين من قتلهم معاوية بحق؟ وين من قتل؟ يقتل من كان في طاعة علي. هذا كلام وليس رواية، هذا تعليق الإمام الذهبي على الرواية. فحينما تنكر مجازر الأمويين وحينما تنكر مجازر معاوية وتارة تريد أن تبرر بحق وتريد أن تبرر بغير حق كقتل العمار وقتل حجر بن عدي وقتل غيره، بل دفن الأحياء يا أخي، دفن العنزي حيا، دفنوه حيا. أول رأس رفع في الإسلام رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. ماذا تصنع بالصحابي محمد بن أبي حذيفة؟ صلب، يعني أخذ للشام مصلوبا، وهذه أجمع عليها المحدثون والمؤرخون. كل ذلك تريد أن تتجاوز عليه وتأتي وأن تدافع عن الأمويين وعن بني أمية بدون حق وبدون أي شيء، ومجرد اختلاف الروايات. نأخذ بالرواية الصحيحة، والأسانيد التي قرناها إليك هي أسانيد صحيحة. يعني أنا كفيتك المؤنة، قلت لك هذا الراوي ثقة وذلك الراوي ثقة إلى آخر الرواية إلى القاسم بن محمد، ثم أنت تأتي وتقول لا يعقل ببساطة، أيضا لا يعقل، قردة تزني وترجم، لا يعقل. لا يعقل أن النبي يصلب الناس أحيان كما يروي البخاري، لا يعقل كثير من الأمور أن الإنسان يتعدى على، لا يعقل أن النبي يجلس في حضن امرأة أجنبية فتفلي رأسه كما يروي البخاري، لا يعقل أن النبي يغتصب امرأة كما يروي البخاري، هذه كلها لا تعقل، ومع ذلك دونتموها في الصحاح وزعمتم أنها صحيحة وقبلتموها. ثم أن الحديث لا يعرض على العقل، أي حديث يعرض على العقل؟ هذه قاعدة جديدة تؤسس لنا، لا يوجد لدى المنهج السلفي أن الحديث يعرض على العقل، وإلا لو كان الحديث يعرض على العقل كيف تؤمن بأحاديث العقيدة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير في الليل وهو في السماء السابعة؟ أنت تؤمن بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل وهو باق في السماء السابعة، أنه يسمع كل شخص وهو باق في السماء السابعة، وأنه العياذ بالله شاب أمرض مثلاً؟ هاي كلها نعم. فإذن لا يمكن أن نقيس النقل التاريخي والحديث على واقعة نقول بأنها لا تعقل، لا يمكن أن ندخل العقل في هكذا أمور. هكذا أمور تعتمد على النقل الصحيح، على النقل الثابت. لم يقع خلاف بين المحدثين والمؤرخين أن هؤلاء قتلهم معاوية ابن أبي سفيان. نعم، يعني سماحة الشيخ المنصوري، سماحة الشيخ المنصوري يسمعني الشيخ عبد العزيز على طيلة حلقات هذا البرنامج، يعني يحاول في أن يكون في معرض الرد والتضعيف لهذه الروايات دون أن يكون له أو تكون له أرضية في أن يكون له حديث صحيح أو سند صحيح، ولكن يحاول على طول خط حلقات البرنامج أن يرد فقط لهذه الأحاديث وهذه الروايات. انتهى وقت البرنامج، أعتذر من الضيوف الكرام، وإن شاء الله نكمل في حلقة يوم غد. ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لمن كان معي عبر الإسكايب من لبنان، فضيلة الشيخ محمد الزعبي الباحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، وأيضا من العراق سماحة الشيخ لؤي المنصوري الباحث الإسلامي، وأيضا انضم أخيرا إلي من السعودية عبر السكايب فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نكمل وإياكم في حلقة يوم غد بعونه تعالى، نستودعكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه.